الأوقات الصعبة. الإجابة كانت في تقرير حديث لشركة إرنست أند يونغ والذي تحدث عن الفرص المتاحة وطرق التأقلم في ظل الأزمات المالية. فقد أظهرت الدراسة التي أجريت على 350 شركة عالميا أن ثلثي هذه الشركات لجأت إلى ترشيد إنفاقها وإجراء مراجعة شاملة لإدارتها النقدية الحالية، وجاءت سبل الترشيد عبر خفض الوظائف، في حين قامت نصف الشركات بترشيد الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات. هذا وأشار تقرير إرنست أند يونغ إلى أن الشركات ترى في الأسواق الناشئة فرصا واعدة في الوقت الذي ينظر إلى الأسواق المتقدمة بأنها تعيش حالة من الركود. وللمزيد حول هذه الدراسة يسرنا أن نستضيف الآن من عمان فؤاد علاء الدين، وهو المدير الشريك في إرنست أند يونغ الشرق الأوسط. فؤاد، أهلا وسهلا بك معنا مجددا على البرنامج. مثيرة جدا للاهتمام هذه الدراسة، والنقاط فيها بالفعل كثيرة، لكن بالفعل كيف تتهيأ إذن الشركات في المنطقة للأجواء التي يعيشها العالم، وهل تختلف إذن المعطيات؟ ذكرتم بأن هذه الشركات أغلبها يرى بأن هناك ضرورة للريسك ريبورتينج أو للإعلان عن المخاطر من خلال تقارير ترفع بشكل دوري إلى مجالس الإدارة والمساهمين. هل هذا أيضا ضروري في المنطقة، وكيف يخدم الشركة؟ شكرا أخت صبا، أنت مدوخك الأسواق المالية واحنا اللي مدوخنا الازمه العالميه وتاثيرها على شركاتنا والمستثمرين العرب. تمام. الحقيقه يعني مفيده جدا كانت الدراسه، والكل كان يقول طب ما هو المتغير انه هذه الازمه غير مسبوقه ولا تقارن باي ازمه سابقه. خلال 70 سنه كانت الدول المتطوره تنمو باستمرار، لاول مره من المتوقع هذه الدول ان تنكمش اقتصادياتها ب 2% السنة. فإذا الحالة، وطبعا المنطقة العربية ليست بمنأى من تأثيرات هذه الأزمة، وينطبق نتائج التقرير على هذه الشركات كلها. فلا بد يعني وجدنا أنه 75% من الشركات تركز الآن على ضمان حاضرها. نعم. وتحسين أدائها وإعادة هيكلتها لمقابلة ومواجهة الوضع الحالي اللي بتمر فيه معظم الشركات. طيب، من خلال محاولة المحافظة على حاضرها، وبالتالي يعني الدفاع عن أي شيء ممكن أيضا أن يأتي مستقبلا، ذكرنا بموضوع تخفيض الإنفاق، ذكرنا أن عالميا ثلثي الشركات التي تم استطلاعها ترى بأن تخفيض عدد العمالة لديها هو الحل الأنسب أو أكثر شيء ممكن يعطي يعني جدوى. هل هذا هو الوضع أيضا في شركات المنطقة؟ نعم، وخاصة أنه هذا الحل هو دائما يعطي عائد سريع، ولكن وجدنا أنه هنالك أربع مناطق التركيز عليها الآن حتى في شركاتنا العربية، وهي اللي هي حلقة التوريد والمواد الأولية، وكذلك التسويق والعمليات، ونهاية بتقنية المعلومات. هذه وجدنا أن هذه الأمور هي التي يتم التركيز على تخفيضها لتأثيرها المباشر على الربحية وعلى نتائج الأعمال لهذه الشركات. كما أنه من الواضح أنه لا يوجد مقياس واحد يناسب الجميع. وجدنا مثلا أنه نصف الشركات خفضت عدد الموردين لديها حتى تقوم بأخذ فوائد أفضل في علاقتها معها، بينما النصف الآخر زاد عدد الموردين حتى يحافظ ويحتاط من أنه عدد من الموردين ممكن أن يخرج من السوق. نعم، لا، هذه نقطة كثير مهمة بالتقرير، بأن الشركات تحاول بالوقت الحاضر أن تتعامل مع موضوع إمكانية أن تخسر بعض مورديها بسبب سوء أوضاعها بهذه الأجواء الاقتصادية، وأيضا أن تخسر بعض عملائها، وبالتالي نت يعني البزنس تبعها بده أو نشاط أعمال هذه الشركة سينخفض لا شك. كيف تحاول إذن هذه الشركات أن تحتفظ بمستوى إنتاجية، بمستوى ربحية، وأيضا الأهم يمكن بمستوى النقد الموجود لديها والسيولة، تدعيم السيولة الموجودة لديها؟ هذه نقطة مهمة جدا. الحقيقة حماية الأصول وضمان الحاضر يعني الإدارة المالية الحكيمة للسيولة النقدية. يعني the cash is king ما كانش ينطبق في أي وقت أكثر من الوقت اللي احنا فيه.
فمعظم الشركات الآن تحاول أن تخفض الفترة بين ديون استحصال الديون وتحصيلها من الأسواق، بيع منتجاتها وتحصيل مبالغها، لأنه طبعا في ضغوط أخرى عليها لإعادة هيكلة الديون اللي عليها، لتحسين أدائها. يعني حتى طبعا موضوع مثل ما قلنا وصف الداء وتشخيص الداء هو الأساس لوصف الدواء. فيعني كل شركة طبعا تقع في موقع معين من البندلوم اللي احنا بنعاني منه الحقيقة الآن. طيب. وبذلك تقوم بالإجراءات لمواجهة الوضع اللي هي فيه حسب ونقص الكاش طبعا وضعها. هو الذي بيخوف انه ممكن ان توصل الشركة من خلاله الى الإفلاس. موضوع الإفلاس موضوع كبير بالوقت الحاضر. وليس هل يا ترى بالفعل ليس هناك حماية كبيرة للشركات من خلال قوانين الشركات في دول المنطقة العربية لحمايتها من الدائنين؟ هذا شيء صحيح، هذا شيء صحيح. هي قوانيننا في معظم الدول العربية لا يوجد فيها أي إجراءات لحماية الشركات التي تريد أن تعلن إفلاسها وعلى أساس أن تبدأ بداية جديدة. هذا غير متوفر في بعض الدول خاصة الكويت. ما هو مصير الشركات إذن؟ ما يكون مصير الشركات التي قد تتعثر وتجد نفسها تواجه شبح الإفلاس؟ الحقيقة للأسف الشركات التي تواجه الإفلاس في عالمنا العربي من الصعب جدا أن تبدأ بداية جديدة في وقت بسيط، لأنه تبقى الذمم على هذه الشركات وعلى شركائها لغاية ما تتحصل. فهذه مشكلة تعاني منها الشركات العربية، ولكن بنفس الوقت أنا بعتقد أنه الدول والحكومات الآن واعية لهذا الموضوع. نعم. وتحاول أن تعالج عن طريق القوانين. هذا ما سنبحثه مع ضيفنا القادم الآن على هذا البرنامج، الجانب القانوني لموضوع قانون الشركات والحماية من الدائنين تحت الإفلاس. سيد فؤاد علاء الدين، شكرا جزيلا لك. إذا نأخذ فاصل قصير، بعد الفاصل نتابع معا غداء عمل، ولنا إذا لقاء مع أو رأي قانوني بالأحرى حول موضوع الحماية من الإفلاس فورا بعد هذا الفاصل.